المتقن الشعب يريد صلاح المتقن الشعب. اليوم عندنا وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني، هناك حوالي 37 محطة احتجاجية، وهي بالمناسبة نتاع الذكرى 42 يعني لانتفاضة 20 يونيو 1981. هذه الانتفاضة هذه اللي كانت ضد الغلاء وضد القهر وضد الاستغلال، واللي يعني وجهت مع الأسف بالرصاص في شوارع الدار البيضاء وغيرها. إذا العديد من الشهداء، العديد من الضحايا. إذا اليوم حنا كنحيوا هذه الذكرى هذه، وفي نفس الوقت كنحتجوا على السياسات المتبعة في بلادنا اللي هي سياسات تفقير الفقراء وإغناء الأغنياء، وهي كذلك سياسات لا شعبية لا ديمقراطية لا وطنية في جميع المستويات. إذا مطروح علينا في الجبهة الاجتماعية أننا نقويو الفعل ديالنا كهيئات من أجل الدفاع على القضايا والمصالح نتاع شعبنا، من أجل يعني الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية والانعتاق، ومن أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كاملين، سواء معتقلي حراك الريف أو غيره، وكذلك المعتقلين نتاع الرأي والصحفيين اللي كيقبعوا يعني في السجون واللي هي وصمة عار. اليوم الجبهة الاجتماعية المغربية دعت لتنظيم وقفات في مختلف مدن المغرب اللي وصلت لأكثر من 36 مدينة بما فيها الرباط وصلة وتمارة. واليوم كنعيشوا بعد كل هذه السنوات هذه مازال كنعيشوا أوضاع الفقر اللي خرجت ضده الجماهير الشعبية في الدار البيضاء في مدن أخرى في 20 يونيو. إذا اليوم هذه الوقفة من أجل الشهداء، من أجل كافة الضحايا ديال هذا القمع المخزني اللي طرا في تلك السنة، وأيضا من أجل حقوق الشعب المغربي اليوم اللي مازال مهضومة. هذه الحقوق المهضومة سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي اللي ناتجة عن الغلاء المهول للأثمان والأسعار، وكذلك النهب ديال المال العام، وكذلك الانهيار ديال المنظومة التعليمية والمنظومة الصحية، ويعني العولمة أو الليبرال المتوحشة، السياسات الليبرال المتوحشة المتبعة من طرف النظام المغربي. وكذلك هذا اليوم هو يوم اللي نتذكر فيه كذلك المعتقلين السياسيين اللي اليوم لا زالوا في السجون، واللي هما في السجون من أجل هذا الشعب، من أجل هذه المطالب، من أجل كل ما نضل من أجل الشعب المغربي، سواء في 20 يونيو أو 84 أو 90 في فاس أو غيرها. هاد يعني الوقفات الهدف ديالهم هو أولا يعني التقليص من كلفة المعيشة، لأن الغلاء سحق وقهر المواطنين. دونك هذه المسألة الأولى، التكلفة ديال المعيشة تقلال. ثانيا أنه الزيادة في المداخل ديال المواطنين، الزيادة في المداخل ديال الزيادة في الأجور بالنسبة للناس اللي عندهم خدمة، والتقليص من الضرائب سواء الضرائب على الأجور أو الضرائب على القيمة المضافة بالنسبة للمواطنين الآخرين. إذن هذا هو المطلب، وهذا الشيء هذا كيجي، هذه التظاهرة كتجي في 20 يونيو. 20 يونيو اليوم نحن يعني نحيي الذكرى 42 ديال الانتفاضة ديال 20 يونيو اللي كانت في الدار البيضاء. وانتم كتعرفوا بأن هذه الانتفاضة كانت احتجاجا على الغلاء ديال المعيشة، وإحنا اليوم كنعيشوا نفس الأوضاع 42 سنة من بعد. إحنا كنحتجوا على الغلاء ديال المعيشة، وكنطلبوا الحكومة والدولة باش أنها تحمل المسؤولية ديالها يعني في التقليص ديال الأثمان، والأثمان ديال المواد الأساسية، وخاصة الخضار والفواكه والدجاج واللحام اللي عرفت واحد الزيادات مهولة بلا ما نتذكروا على الزيادات اللي عرفتها، يعني البنزين وليسانس والمحروقات في البلاد ديالنا، واللي هي كتأثر على جميع المجالات الأخرى. إذن حنا اليوم هنايا بالمناسبة ديال ذكرى ديال 20 يونيو المجيدة، وباش نطالبوا باش أنه الكلفة ديال المعيشة تخلص، وباش نطالبوا أنه يعني المواطنين يعيشوا مزيان. بركة من الغلاء، بركة من القهرة، والمزيد من يعني الاهتمام بالمواطنات والمواطنين.